انتما تبعتوا معنا انه خلال ثلاثه السنوات مضت كنا دائما كمعارضه، حنا اللي كان على كل حال ماشي بوحدنا، ولكن كنا حاضرين لا على مستوى الاجتماعات تاع مختلف اللجان، لا على مستوى الجديه في المناقشه، لا على مستوى الجديه في تقديم الاقتراحات، على مستوى واحد العدد. ولكن بالموازاة مع هذا الشيء كنا دائما لا نخفي قلقنا وتعبيرنا عن استيائنا من عدد من الاختلالات، واللي احنا كنا كنأملوا انه مع مرور السنوات ومع تقدم من المجلس والمكتب في اداء الادوار ديالو غادي يمكن يوصل لواحد الوقت ويصحح ما كنا ننبه اليه، ماشي بوحدنا كمعارضه وانما ايضا حتى اعضاء الاغلبيه. وهذا الشيء زعما كثير فيه تفاصيل، ولكن اسمحوا لي نقول لكم بانه في هاد الدورتين الاخيرتين ولينا كنتفاجئوا بانه اولا كتجينا نقاط اللي الموضوع ديالها هو اننا نصوتوا على واحد الوثيقه، مثلا في هذه الدوره ميثاق اللوحات التعريفيه، وماشي ماشي هذه القضيه ما كتنطبقش على هذه النقطه، كتنطبق على نقاط اخرى. كنجيو عضو المكتب كنقول له دوي لينا على هذا الموضوع، كيقول لك لا انا ما عندي معلومات. اللي غيدوي عليه هو شركه التنميه المحليه، ارى ان مدير شركه التنميه المحليه كيدير واحد العرض شفوي مختصر، كان سالي المناقشه، كان بدون ملاحظه، كان تفاعلوا مع ما قيل لنا شفويا في موضوع اللوحات التعريف، ميثاق اللوحات التعريفيه، كان سالي هذا الشيء. المفروض انه ما نناقشوش العرض ديال مدير التنميه شركه التنميه المحليه، المفروض اننا نناقشوا هذاك الميثاق في البنود ديالو. كنجيو نقلبوا على هذا الميثاق اللي فيه مجموعه من البنود واللي غادي يرهن المستقبل ديال مدينه الدار البيضاء، كنلقاو ما كايناش الى حدود الان. دابا الجلسه منعقده، هاد الوثيقه هادي، هاد الميثاق ما كاينش، اضافه الى وثائق اخرى. ثانيا واحد العدد ديال الوثائق اللي كتعطى، مثلا كنجيو كيقول لك غادي نصوتوا على واحد الملحق تعديلي ديال واحد الاتفاقيه، القانون كيلزمهم بالنسبه للدوره الاستثنائيه انهم على الاقل هاد الوثائق خصها توصل لنا ثلاث ايام قبل. حنا حتى كندخلوا الاجتماع ديال اللجنه وكنبداو ندارسوا هذيك النقطه عاده باش كتجينا نسخه من هذا الملحق التعديلي. اذا اشنو كندرسوا حنا على هذا المستوى ديال اللجان؟ اكثر من ذلك كنجيو، وهذا الشيء تكرر على خلال ثلاث سنوات كامله، يمكن لكم ترجعوا لجداول الاعمال. كنجيو مثلا الدوره دو اكتوبر رجعوا مثلا النقطه المتعلقه بهذاك الشيء ديال السوق المركزي، الشيء ديال السوق المركزي جابوا لنا بطريقه مستعجله كذا، اهميه السياحه ماشي السياحه الى اخره، بدينا عدد من الملاحظات واللي خلاتنا ما نصوتوش على هذيك النقطه. كنتفاجئوا اليوم بانهم جايبينها اليوم باش يلغيوها، هذاك الشيء اللي صدقوا عليه غير في اكتوبر كنلغيوه اليوم. علاش؟ لانه هذاك الشيء اللي قلنا لهم في اكتوبر في جزء منه لقاو بانه صحيح واضطروا يلغيو مقرر باش، وكان كيخصنا هذا الشيء يصحوا هذه شهرين وما نضيعوش هذه الشهرين كامله. فهمتي؟ نتكلموا على انه مثلا تصميم تهيئه عين الشوق، مفروض بالحساب بالقانون تحال على المجلس في بداية فبراير 2024، والقانون كيلزم الجماعة مجلس الجماعة يبدي الرأي ديالو خلال شهرين، هذيك شهرين سنة بداية أبريل 2024، معناتها أنه القانون كيقول لك بأنه إلا ما بديتيش الرأي ديالك أنت كمجلس خلال هذاك الأجل القانون اللي معطي لك كتعتبر ما عندكش رأي. اليوم دا وجات العمده في هذيك الدوره اللي نبهنا في مايو وقالت لك غادي نديروا هادشي في الدوره المقبله، دازوا خمسه دورات استثنائيه
زائد دورة أكتوبر العادية. يلاه جابوه اليوم، جابوه اليوم وما عدناش، ما عدناش ضمانات بأن هذا الشيء اللي جابوه اليوم أنه يستجيب لمصالح فئوية معينة. كنجيو مثلا، كنجيو في الدورة اللي فاتت في اللجنة جابوا لنا العقد ديال التدبير المفوض ديال حديقة الحيوانات عين السبع كنقطة، ولكن العقد ما كانش، وحنا نبهناهم قلنا لهم هذا راه التدبير المفوض، راه خصكم تجيبوا الكناش ديال التحملات وتجيبوا من بعد منه العقد، وخصو يكون باللغة العربية، رغم انه في الدورة دو اكتوبر العقد الوثيقة اللي هي العقد ديال التدبير المفوض ما كانش متوفر. صوتوا عليه في اللجنة، جينا للجلسة لسبب غير معروف العمدة كتاخذ قرار بوحدو كتقول لك لا هذه النقطة غادي نأجلوها. فإذا ولينا في واحد، أنا أعطيتكم فقط مختصر لأنه ولات واحد الظروف ديال الاشتغال ما بقاتش جدية، ما بقاتش مسؤولة، ولا عبث. هذا ما بغيتش نتكلم على أنه كاين عندنا نقاط اللي فيها شبهات كثيرة، فيها تضارب المصالح وفيها 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 وفيها، ولما كنطرحوا الأسئلة باش نعرفوا الحقائق ما كنلقاوش شكون اللي كيجاوبنا أو ما كيبغوش يجاوبونا. فتبين لنا بأنه هذا الرئيس معنا